جزيرة في البحر تغنيك عن السفر، راحة وهدوء وسلام نفسي. جزر الدار مكان يستحق الزيارة، الوصول لها سهل عبر بندر الدار جنوب جزيرة سترة، والتكلفة فقط 6 دينار في أيام الأسبوع و8 في الويكند، تشمل المواصلات ودينارين للأكل. الفعاليات كثيرة: جيتسكي، كاياك، بادل بورد، سلة، طائرة قدم، تجديف، سباحة وغطس، وكذلك في أماكن مخصصة للشواء وأماكن للعب الأطفال. ونسبة الأمان عالية جداً في ظل توفر المنقذين والمساعدين والحراس في كل ركن من الجزر. نظافة المرافق شيء يليق فيك، بحر نظيف، شواطئ رملية ناعمة، حمامات وأماكن استحمام وتبديل ملابس. واللي يحبون يقعدون وقت طويل، تتوفر في جزر الدار شاليهات من 3 غرف وغرفتين وغرفة، بالإضافة إلى إمكانية حجز أكواخ مفتوحة تطل على البحر ومظلات من سعف النخيل تلطف الجو. كذلك يوجد مجالس للجماعات وخيمة كبيرة تتسع لأكثر من 150 شخص للي عندهم فعاليات كبيرة. الشيء الغريب إنه للآن ما حد استغل هالجزر الجميلة لإقامة عرسه هني، ولعشاق التصوير المكان جميل جداً. جربوا زيارة جزر الدار وعطونا رأيكم.